حياه كريمه مبادره رئاسيه تحولت لمشروع قومي اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحله الاولى منها في احتفاليه كبرى باستاد القاهره والتي تعد واحده من اهم البرامج التنمويه في التاريخ المصري الحديث حتى انه اطلق عليها مشروع القرن لتنميه الريف المصري المبادره تستهدف رفع مستوى المعيشه لاكثر من اربعه الاف وخمسمائه قريه واكثر من ثمانيه وعشرين الف تابع وتحسين جوده الحياه لحوالي ثمانيه وخمسين مليون مواطن خلال ثلاث سنوات وبموازنه تقارب 700 مليار جنيه او يزيد كما تستهدف المبادره الرئاسيه مواجهه الفقر حيث تم تقسيم المشروع لثلاثه مراحل الاولى تستهدف القرى التي تتعدى نسبه الفقر في سكانها السبعين في بينما تشمل المرحله الثانيه القرى التي تتراوح نسبه الفقر فيها بين خمسين وسبعين في وتشمل المرحله الثالثه القرى التي تقل نسبه الفقر فيها عن خمسين في بالإنجاز تحدت مبادرة حياة كريمة التحديات، إذ نجحت الدولة حتى الآن في تحسين معدل التغطية بالخدمات الصحية بنحو 24 نقطة مئوية خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وتحسين معدل التغطية بالخدمات التعليمية بحوالي 12 نقطة مئوية، وارتفع معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 46 نقطة مئوية. وتم إتاحة مشروعات صغيرة بقيمة 438 مليون جنيه وتوفير 71 ألف فرصة عمل. وساهم ذلك في تحسين مؤشر جودة الحياة في القرى التي تم تطويرها خلال المرحلة الأولى بحوالي 18 نقطة مئوية. وانخفاض مستوى معدل الفقر فيها بحوالي 14 نقطة، ومن مستهدفات المراحل المقبلة في مشروع حياة كريمة تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والاهتمام ببناء الإنسان المصري وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير السكن الكريم والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، وحظيت المبادرة بالعديد من الإشادات الدولية، فقد أشار مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى أن المبادرة ساهمت في تخفيف الآثار السلبية لكورونا وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، ووافقت الأمانة العامة للأمم المتحدة على إدراج المبادرة ضمن سجل منصة الشراكات من اجل تحقيق اهداف التنميه المستدامه التي تتبع المنظمه واشارت الينا بانوفا منسقه الامم المتحده في مصر الى ان تجارب مصر التنمويه قويه جدا ومن أهمها مبادرة حياة كريمة بينما وصف كريستيان ثونز رئيس شركة دي أم جي موري الألمانية مبادرة حياة كريمة بأنها رائعة لتخرج بذلك حياة كريمة من كونها مبادرة إلى شعار للجمهورية الجديدة وترجمة لمساعي دولة الثلاثين من يونيو لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين